معي عبر الهاتف من بروكسل الصحفي والخبير في الشؤون الأوروبية سليم بدوي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد سليم. هل من جديد من خلال ما يدور بالأوساط الصحفية؟ ما زلنا نتحدث عن بعد العمل عن كونه إرهابي؟ نعم، يعني أولا الاعتداء كما ذكرتي حصيلته 4 قتلى بينهم المهاجم، ولا سيما أيضا هناك فرقيتان من الشرطة المحلية في بلدة الياج قتلتا أولا طعنا بالسكين، ثم بعدما أخذ سلاحهما المهاجم أطلق عليهما النار، ثم قتل مارا آخر شاب في 22 العمر قبل أن يحاول أن يهرب ويلتجئ إلى إحدى المدارس في وسط مدينة ليج، يحتجز امرأة خادمة تعمل في هذه المدرسة قبل أن يصطدم ويشتبك مع الشرطة البلجيكية فيقتل، بعدما أصاب أيضا عددا من عناصر الشرطة البلجيكية بجروح. ولكن الأهم هو أن يعني نعم الاعتداء مأخوذ على محمل كبير من الجد هنا في بلجيكا، رئيس الحكومة، أعضاء الحكومة البارزين، وحتى الملك فيليب البلجيكي توجهوا جميعا إلى مدينة لياج للوقوف عند ملابسات هذا الحادث الخطير جدا. النيابة الفيدرالية وضعت يدها على التحقيق، وعادة حين يشتبه بأن وراء هذا الاعتداء دوافع إرهابية يتم إحالة الملفات على التحقيق الفيدرالي على النيابة الفيدرالية. في الوقت الحاضر المعلومات تشير بأن المهاجم هو أو يدعى بنجامان إيرمون، يعني هو بلجيكي الجنسية وحتى المولد، في 36 من العمر، سجين سابق أطلق سراحه مؤقتا لبضع ساعات يوم أمس، كان عليه أن يعود ليلتحق بالسجن، لم يعد، وصباح اليوم ارتكب هذه الجريمة أو هذا الاعتداء. أطلق لكم من الوقت سراحه وما تهمته كانت؟ هو كان مسجونا لجنح بسيطة، يعني لا علاقة لها بالإرهاب ولا بأي شكل، وأطلق سراحه لبضع ساعات لكي يعني في إطار احتمال أن يحصل على إطلاق سراح مستمر إلى آخر دائم، ولكن كان عليه أن يعود إلى السجن مساء البارحة، لم يعد، ولذلك يعني كان تم إخطار كل المراجع الأمنية بهذا الأمر، ولكن هو سبق الجميع وقام باعتداء ونفذ اعتداءه صباح اليوم في مدينة دياج. لماذا هذه المدينة؟ يعني هو من هذه المدينة أم لا؟ ولماذا يعني؟ هو من هذه المدينة، والسجن هو في هذه المنطقة من بلجيكا، ولكن الأهم هو أنه لم يكن يعني معروفا بأي صلات إرهابية أو سوابق على هذا المستوى من قبل الأجهزة المختصة. كل ما يسجل عليه الآن بعد بدأ التحقيق في تاريخه ومساره إلى آخره، يعني يسجل عليه أنه خلال فترة سجنه كان على اتصال ببعض المتطرفين داخل السجن، ولكن ليس مؤكدا بعد إن كان هو قد تطرف أم لا، ولم يعرف حتى الساعة ما هي الدوافع الحقيقية وراء قيامه بهذا العمل. نعم. ولكن هناك شبهات بأنه قد يكون هذا العمل عمل إرهابي، ولا سيما أنه استهدف عناصر من الشرطة البلجيكية. صحيح. الاستهداف كان إرادي. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من بروكسل، صحفي والخبير في الشؤون الأوروبية سليم بدوي.